وللحديث أكثر ينضم إلي الآن مباشرة من لندن السيد أشرف العايدي كبير استراتيجي الأسواق في سيتي إندكس إفكس سولوشنز. مرحبا بك أشرف، اشتقنا لك، صار لك زمان ما مرحبا. ما طلعنا سوا، يعني أنت دائما طبعا موجود. بداية شفنا عودة قوة بشكل عام على اليورو، لماذا وإلى متى؟ السبب الرئيسي لليورو، اليورو انتقل من هبوط إلى هدوء إلى استقرار وإلى نوع من الارتفاع. كنا أنا بالسعودية حوالي أسبوعين لما اليورو كان ينزل حوالي الدولار و 28 و 27 80 و 27، وكنا نقول هناك للزبائن يعني انه ليس انه بالرغم من قصة قبرص انه ليس هناك قصة اخرى التي يمكن ان تدفع اليورو الى المزيد من الهبوط تحت النقطة المهمة اللي هي نقطة دولار و 26 60. يعني وكما قلنا هنا يعني لبنى قصة قبرص قصة طبعا فيها مفاجأة، لأنه يمكن أنه يكون هناك ضرائب عن الودائع، شيء الذي لم يشاهد من قبل، ولكن الاحتمال غير يعني احتمال كثير واطي أنه القصة هاي تنتقل إلى منطقة أخرى بأوروبا. بعد ذلك أسبوع بعد ذلك رأينا خيبة الأمل في 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 الوظائف، عدد الوظائف الذي كان متوقع في الولايات المتحدة أن يكون حوالي 150-170 ألف وإجت 88 ألف، وهذا هدى القصة هذه التي كان يتابعها السوق، واللي هي قصة أن الولايات المتحدة هي التي ستقود النمو العالمي. والناس الذين يقولون أنه هذا مجرد بس رقم واحد، ليش أنتم عم تحكوا كثير على الرقم هذا؟ لأنه بالأسبوع هذاك يوم جمعة كانت الوظائف، يوم الخميس كانت جوبلس كليمز اللي هم الإعلانات الذين يريدون الإعانة المالية اللي طلبات إعانة البصالة. فالرقم هذا الرقم هذا طلع في 28000، واليوم اللي قبله انه السيرفيسز اي اس ام اللي هو القطاع الخدمات هو كما اجى في خيبة أمل، فذلك هدأ القصة هذه أن الولايات المتحدة حتى هي لها يعني مش مشاكل، ولكن هي لم تكن تعاني من الهدوء، وذلك أعطى قوة لليورو أنه يطلع إلى 30 يعني 20. امبارح شفنا 70، أنا أعتقد أنه سنرى 31 50 31 60. القصة الكبيرة هو لبنى، أنه ماذا سيحدث بعد المينتس اللي هو the minutes of the FOMC meeting الذين سيأتون غدا يوم الساعة 2 بالمساء بنيويورك 7 بتوقيت لندن. طب كتير عظيم، أنا في عندي محورين هون كنت ذكرتهم. البداية كنت عم تحكي عن اليورو فيما يخص قبرص، هناك حديث في الأسواق أنه ربما نرى اليورو يورو وين، يورو الموجود بقبرص ومحبوس ولا تستطيع إخراجه، واليورو اللي برا. هل من معقول أنه يكون هذا الشيء فعلا رح يصير؟ نعم بالضبط، ولكن يعني بس لما اجاوبك واقول لك طيب اليورو بمقدار اليورو انه يعني اقتصاد اليورو مش 1% من الاقتصاد الاوروبي، مش من 5%، 0.2% من المقدار الاوروبي. يمكن انه تساليني يعني يمكن انه بتطرحي نفس السؤال وتقولي انه هل ايطاليا تعاني من هذه المشاكل، هل اسبانيا تعاني من هذه المشاكل، والجواب هو لا. يمكن ان تقولي لي انه ماذا عن قصه البرتغال ورئيس الوزراء البرتغالي الذي قال انه يمكن ان يكون هناك المزيد من الاوثوريتي، انه لازم انه يكون المزيد من القص ولا الانخفاض، التقشف ولا الانخفاض في نفقات الحكوميه. يمكن تساليني ذلك واقول لك طبعا، ولكن تعرفي انه اليورو دولار، زوج اليورو دولار بالفورن اكسشينج ماركت بسوق المال، كما يقال بالانجليزي اتس فيري فلو اورينتد، انه هو يعني بالصعب تغيير القوات الرئيسية في اليورو التي نراها لمدة 5 أيام لمدة أسبوع. وخلينا أقول لك شيء ثاني، انه اليورو الآن ورا خامس يوم ارتداد يعني على التوالي.
آخر مرة شفنا خامس ارتداد يومي على التوالي في اليورو، آخر مرة رأيناها في شهر 12، وذلك يعني يمكن أنه هذا الشيء مهم، ولكن أعتقد أنه لسه في هناك يعني the strategy لبنى أنه نتوقع أنه سيكون هناك الارتداد المزيد إلى الدولار 31.50 31.70، لا أعتقد أنه نرى أي شيء فوق 32، ونعود تدريجيا إلى نقطة 29.80 29.70. طيب خلينا ننتقل معك على الدولار الأمريكي، كيف تتمركز الآن فيما يخص الدولار الأمريكي، ولكن كالتالي بداية مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، تبيع أو تشتري؟ بدون شك أنه سنرى، طبعا الواحد لازم ينتظر الارقام هذه، مثل ارقام هو الاف ام سي مينتس، اوكي انه يعني بدون شك انه سيتكلمون ويقولون ان كنا في هناك حكي داخل المنظمه هذه، داخل الاعضاء، انهم يريدون ان يقللون ضخ السيوله، وذلك الشيء انه يمكن ان يعطي قوه للدولار، ولكن بعد ما السوق استعب الارقام هذه نعم، فيمكن انه سيكون هناك بيع الارتدادات في الدولار الاستراليان دولار الاسترالي، هناك نوعا من السقف على دولار دولار فاصل 35 دولار 5 يعني دولار 105 يعني دولار 35 ودولار 45، الواحد لازم ينتظر ارقام الوظائف في استراليا التي ستاتي اليوم، فيمكن ان نرى نوعا من التقدم نوعا من التراجع بعد ما راينا هذيك المفاجاه الكبرى 71,000، وما زلنا، ولكن انا اعتقد لا اريد اقول هذا على الهواء، ولكن اذا واحد سالني ما هي اسهل تريد اللي هي بيع الين، بيع الين شراء الدولار يعني 100.30 100.40 102 في دولار الين، قصة متى ولا قصة هل يعني، إذا فهمتيني. بنفس الوقت باليوروين أنه يمكن أن نرى الارتداد نحو 130 والشراء يبقى 127.50 باليوروين. أشرف خلص وقتي، شكرا جزيلا لك كبير استراتيجية الأسواق في سيتي إندكس إفكس سولوشنز أشرف العايدي. بعد قليل سوف نكون مع تفاصيل إغلاق الأسواق الآسيوية، لا تذهبوا بعيدا.